السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية الثلاثاء صورة عن الخطاب الذي أرسله للاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى الفيفا. وفي الخطاب تريد البرازيل من الاتحاد الدولي للكرة توضيح كيفية استخدام التقنية الفيدية المعروفة بفور. وتضمن الخطاب المكون من ثلاث صفحات ثلاث أسئلة، هل لاقتراح حكم الفيديو على الحكم الرئيسي استخدام التقنية، وهل طلب منه تحليل الهدف حسب تقنية الفيديو، هل تحدث الاثنان مع بشأن الحالة. وكانت مباراة البرازيل وسويسرا مساء الأحد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في نتيجة مخيبة لأعشاق السامبة. لكن الأمر الذي أثار غضب اللاعب البرازيل ويعشقها هو الهدف المثير للجدل الذي أحرزه ساتويافين زوبير في الدقيقة 50 من عمر المباراة. ويقول البرازيليون إن زوبير دفع جواو ميراندا وقت أحرز الهدف ولم يستعمل الحكم بتقنية الفيديو.